مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا النهاردة هنعمل يعني وصفات مميزة خفيفة لمحبي الأسماك. هنعمل النهاردة السنجاري، البوري سنجاري، هنعمله بخلطة مميزة. وغالبا يعني أنا بشكر كل الشيفات اللي موجودين في اسكندرية ويعني بالأخص في المعمورة، قالوا لنا الوصفة الجميلة تتقدم في أكبر المحلات من السنجاري، هقولها لحضراتكم دلوقتي وبشكرهم شكرا جزيلا. يعني كل من قال لنا المعلومة من غير ما يخبي علينا سر من أسرارها حقيقي بجد، تحية ليهم الأهل اسكندرية كلهم. هنعملها النهاردة بطريقة جميلة ولطيفة، وحكوا الوصفة بالظبط، طلعوا أحلى سمك سنجاري وتعرفوا الخطوتين اللي بيعملوهم إيه في المحلات. هنعمل كمان المكريل، هنحشيه بالخضار لمحبي السمك المكريل. في ناس بتحب تعمله جدا كتير، وهو أسعاره مناسبة وكمان مفيد قوي. سمك المكريل ليه فوائد كتير هنتكلم عنها كمان. وهنعمل حلو كده جميل يناسب يعني إيه المفاجأة اللي هتبقى معانا في حلقة النهاردة، لكن مش هتكلم عنها دلوقتي. خلينا الأول نبدأ في وصفتنا ونقول بسم الله ننزل المقادير وبعدين نتكلم عن المفاجأة بتاعتنا. طيب عندي النهاردة رز صيادية، هنعمل شوية رز صيادية. هتكلم برضو عن الطريقة اللي هي البسيطة جدا اللي بتستخدم في كل محلات الأسماك، لكن أنا النهاردة اسمحوا لي هحط فيها إضافة ولمسة من عندي، عشان يعني إحنا بنعمله في البيت فأنا عايزة أقدمه بشكل مختلف، لكن حضراتكم هقول لكم الطريقة البسيطة فيها يطلع أحلى سمك، أحلى رز صيادية بتاكلوه زي بره بالظبط. طيب هنعمل السمك السنجاري البوري، هننزل مقادير. خلينا نقول مقادير الرز أولا. عندي 3 كوبايات من الرز، رز مصري مفروض. أنا النهاردة بس مدلعة الدنيا شوية عشان ضيفتي اللي موجودة النهاردة ومنورني، فعاملة رز بسمتي. عندي بصلتين مفرومين فرم خشن، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو طماطم متقطعة مكعبات زي ما حضراتكم تحبوا، معلقة كبيرة من الكركم، بهارات سمك، وعندي كمون وكزبرة وزعفران، ده إضافة من عندي، ملح وفلفل، مرق سمك لو عندنا مرق السمك من عظام السمك أو عظام الجمبري، أو مية مغلية زي ما حضراتكم تحبوا. هو عموما الرز الصيادية في المحلات أكتر من الكزبرة والكمون والملح والفلفل ما بيحطوش. طيب عندي بقى السمك السنجاري، عندي سمك بوري قد ما حضراتكم تحبوا، مناسب لي يعني الوصفه اللي انا هعملها دي تناسب لاكتر من كيلو او 2 كيلو سمك يتعمل بيهم السنجاري حلو قوي. طيب عندي بصله مبشوره، طماطم مبشوره، معلقتين كبار من صلصه الطماطم، عصير ليمون، معلقتين كبار من المستردة، ثوم مفروم، عودين من الكرفس، كزبره مفرومه، فلفل اخضر حار مفروم او مكانه شطه حسب الرغبه، بقدونس مفروم، جزر مبشور، شرايح من الليمون، خل وزيت، كزبره جافه وكمون، ملح وفلفل، واخيرا عندي ملح خشن هقول لحضراتكم ليه. طيب هنقول بسم الله. انا هبدا الاول، انا هنا عامله خطوه سابقه فيها بس حضراتكم عشان الوقت، وهي ان انا كرملت البصله او حمرتها، مش كرملتها، انا ما حطيتلهاش اي اضافات، هي الزيت ونزلت فيه. وطبعا رز صياديه ما تعملش الا بزيت، ما فيش حد بيضيف له سمنه ولا زبده، المحلات ما بتعملش لا سمن ولا زبده، هي زيت نباتي وبيحطوا عليه البصله تتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. والبصله بتتقطع بيبقى فيها شويه كده زي ما حضراتكم شايفين فيها يعني ايه القطع باينه، ما هياش مفرومه. بصوا بوصلها للمرحله دي. انا معلش سبقت حضراتكم لان طبعا البصل ده بياخد وقت شويه، مش عايزه اضيع الايه السيجمنت الاولاني في التحمير طول الوقت. لما توصل للدرجه دي ايدي فيها لحد ما توصل للدرجه اللي حضراتكم شايفينها، يعني ما تخافوش، مش اول ما تعملوه ذهبي كده تحسوا ان هو خلاص كفايه عليه كده، لا، او قلبكم شويه كده وايه حمروها حلو كده تبقوا شايفين التحمير كده غامق زي ما انا عاملاه، علشان هو ده اللي هيدي اللون والطعم. طيب انا شخصيا مستنيه بس تسخن شويه، ممكن اضيف الجزر، جزر بيبقى بيضفي طعم جميل، ممكن معلقه او معلقتين مبشورين كده يعني اضافه، لكن في المحلات بيحط البصل عليه الرز يروح مقلب رشه الملح والكمون ويروح مقلبه كويس قوي ويروح مديله الايه البيون او الميه السخنه بتاعته، يكون عنده كده جنبه ميه سخنه بيضيف الميه السخنه ويسيب الرز بعد ما يغلي شويه يتشرب على نار هاديه ويقلبه بيطلع لونه زي ما احنا بنشوفه وبناكله، غير كده هو ما بيعملوش، لكن احنا في البيت نقدر شويه نغير في الوصف. طيب انا قلبت كده تقليبه حلوه، تسخن بس معايا البصل لانه كان يعني سبته يهدى شويه، التكييف هنا طبعا عالي في الاستوديو فبيبرد الاكل على طول. طيب انا بشوح كده تشويحه وهنا هسيبها بس تاخد وقتها، ممكن اضيف معاها كده معلقه او معلقتين من
الجزر المبشور. طيب هقلب كده تقريبه حلوه. اه والله هي فعلا والطعم كمان. وبعدين ما تزودوش التحمير علشان ما يتمررش البصل ده، لو زاد تحمير او النار كانت عاليه وحضراتكم مش متابعين التقليب هيمرر، فانا مش عاوزه كده. معانا اسلام، اهلا وسهلا. ام اسلام، يا صباح. انا قلت ايه المفاجات دي؟ حبيبه قلبي صباحك فل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. مني انا يا روح قلبي، اهلا بيك. صباح الورد، اهلا بيك حبيبه قلبي. صباح رواح البحر الجميله. الله، تحيه ليهم كلهم. حبيبتي والله تسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. معلوماتك الجميله كمان يا عظيمه حلوه قوي والله. وبشكر كل حد متعاون ما بيخبيش، بجد بشكرهم بوجه لهم تحيه حقيقي. اللي قال لي الوصفات دي شاف المعموره البلد، مش هقول بقى اكتر من كده. وقال لي تعالي وقفت معاه. حبيبتي بصي، انت من الناس اللي ما بتخبيش حاجه. طبعا هخبي عليكم يعني انا اقدر؟ امال انتوا اخد الدعوه الحلوه ازاي بقى؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يسعدك ويحب فيك خلقه كمان وكمان يا رب. امين يا روح قلبي، امين يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. مالكيش اي طلب يا ام اسلام؟ طيب حبيبتي انا بتبسط وبفرح لما بسمع صوتك الحقيقه، وبسمع صوت كل اصدقائي اللي بيسالوا عليا وبيكلموني، وحتى اصدقائنا الجدد يعني من جمهور النادي الاهلي ومن جمهور قناه الاهلي. سعدت جدا بان انا اسمع صوت حضراتكم، وكان ليا فرصه رائعه ان انا يعني يبقى في مشاركه بيني وبينكم كده لايف. دي حاجه جميله جدا الحقيقه يعني، ومحبتكم دي غاليه عليا جدا، وشكرا. تحيه لحضراتكم جميعا يعني. اقلب بقى، بصوا تقليبه كده حلوه. لازم اخد البصل مع الرز تشويحه حلوه قوي كده، وبعدين هضيف الحاجات المبهره مع بعض اهو، وناخد نهله. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. فل يا قمر، صباح الفل على عيونك يا حبيبه قلبي. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يسعدك يا رب. ايه ده؟ هو ده طبخ ده ايه؟ تسلميلي، ده انت بتطبخي ولا بترسمي لوحه؟ يا رب سعد قلبك يا حبيبتي، تسلميلي. كلك ذوق، كلك ذوق يا رب يخليكي. صباحك ربنا بالخير يا حبيبتي ويصبح حضرتك. تسلميلي يا حبيبه قلبي. ممكن يا سيف اسالك؟ اتفضلي. اسالك بعمل التورته باجي ازوقها بصوص الشوكولاته الابيض بيبوظ مني. انت طيب ماشي، بيبوظ منك وهو وانت بتسيحيها ولا بعد ما بتحطيها على التورته؟ لا وانا بسيحها، فمش عارفه الطريقه، يا ريت حضرتك تقولي لي على الطريقه الصحيحه يعني. من عينيا يا حبيبه قلبي، من عينيا الاثنين. تسلمي لي وشرفتيني بمكالمتك يا حبيبتي، شكرا ليكي، شكرا جزيلا. طبعا بصوا الشوكولاته هي طبعا سلاح ذو حدين. اولا الشوكولاته البيضاء فعلا هي حتى مختلفه عن الدارك. انا باخدها على نار هاديه على البخار وبتتقطع كويس. مهم قوي كمان نوع الشوكولاته، يا ترى نوع الشوكولاته حاجه بتستخدمي نوعه ايه؟ لو قدرتي تتواصلي معايا كمان على الصفحه الشخصيه، او حتى حضرتك انا هسيب لك حد من الاعداد يرد عليكي في نوع كويس بمقادير مظبوط حالا، وهيتواصلوا معاكي وهقول لك مقادير حلوه قوي تستخدميها وان شاء الله تنجح معاكي باذن الله. هاخد كده، دي اضافاتي انا، حطيت كده الرشه صغيره من الكزبره، الكمون، رشه ملح ورشه فلفل، وحطيت بهارات السمك نص معلقه صغيره اطعم بس لان انا ما عنديش مرق سمك. وهاخد معلقه كده صغيره من الصلصه هقلب كده، دي مهاراتي يعني المتواضعه يعني. كده هنقلب. الجزره دي برضو بتدي طعم حلو قوي حضراتكم، صدقوني يعني هتحبوها. في ناس كتير والله بتستعملها، بس انا لازم اقول لكم الامانه يعني المحلات بتعمل ايه واحنا ممكن نعمل ايه في البيت. انا مش هضيف الزعفران عشان انا حطيت كركم، فانا هكتفي بيه عشان انا عارفه ان هو برضو مكلف وغالي، فانا مش عايزه اكلف حضراتكم. الكركم هيقضي المهم. وادي الميه السخنه، اه طبعا بسم الله. بصوا ميه بتغلي اهو، وهنبدا نسقي. انا عندي الرز ده رز جاف. معانا ام مريم من بني سويف، يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك.
سلم ايديك يا غاليه. يا رب يبارك في عمرك. انا بحب الاهلي اقدملك قبل كل حاجه حبيبتي، وربنا ان شاء الله يوفقه على طول ويرفع راسنا. امين يا رب. والبرنامج الجميل بتاعك الحلو ده يا رب يخليك حبيبه قلبي. يا رب يسعدك ويفرح قلبك يا رب ويصلح ما بين ايديك. امين يا رب ويخليك يا فندم. عايزه اقول لك على حاجه بقى، نصيحه كده. اتفضلي. نصيحه من مامتك يا ريت تبقى شرف ليا. اتفضلي. اعملي لنا حاجات للناس متوسطه الدخل، يعني الناس متوسطه الدخل حاجات كده، يعني انا عارفه يا الوصفه بتاعت النهارده رائعه من العندي والعندي، حاجات كده للناس اللي هم ايه ظروفهم. عيني من عيني يا ام مريم، شرفتيني شرفتيني ونورتيني. عيني ليكي. حاضر. من عيني من عيني. ونقول بدائل لحاجات كتير. عيني وفكرتك رائعه، وشكرا انك شاركتيني بيها يعني وكنتي صريحه معايا. شكرا ليكي جدا. معانا ام احمد. السلام عليكم. ايوه السلام. اهلا بحضرتك يا فندم. يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك دايما. الصوت بيقطع، عايز اسمع ام احمد كويس. يا ام احمد انا عايز اسمع صوتك. الاتصال قطع، حاولي تكلمينا تاني من فضلكم، عايزه اتواصل مع ام احمد. تسلمولي. انا دلوقتي بصوا حضراتكم خلاص بدا، انا حطيت لازم ميه بتغلي، كل كوبايه رز جافه يعني لو النوع كويس هيبقى كوبايه ونص ميه مغليه او مرق لو عندكم متوفر. اول ما يبدا الرز بصوا يغلي كده هروح مهديه النار، ههدي النار واوطي عليه. وزي ما قلت لحضراتكم رز الصياديه مش محتاج ان احنا نعمل ايه، ان احنا يعني نحط له اكتر من البصله والكمون والملح والفلفل وشكرا.